اختتم وفد اللقاء الروحي الإسلامي المسيحي في مدينة صور جولته على المرجعيات الدينية في مدينة اسطنبول في تركيا بزيارة مفتيها الشيخ آدم كارادينيز في دار الإفتاء بحضور السفير العالمي للسلام داني الأشقر. وتطرق الحديث إلى ضرورة تعزيز التواصل الدائم بين مختلف المذاهب والطوائف لما فيه خير الإنسان. وضم الوفد مفتي صور جبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر مدير الاوقاف الاسلاميه في دائره اوقاف صور الشيخ عصام كساب ممثلا مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال وشخصيات دينيه. مفتي اسطنبول رأى أن هذا اللقاء المميز بحضور رجال دين من مختلف الطوائف اللبنانية هو رسالة جميلة عن هذا البلد، سائلا الله تعالى أن يكون الاستقرار دائما لما فيه خير البشرية. وتحدث المفتي عبد الله باسم الوفد فأكد وجوب العمل سويا لأجل العناوين الجامعة بين أتباع الديانات، وأكد لمفتي اسطنبول أنه سيسعى دوما لنشر رسالة المحبة والسلام، وهذه اللقاءات هي انعكاس لصورة لبنان الحقيقي، مشيدا بدور تركيا في تعزيز الطلاق والمحبة، فيما شدد كساب على وجوب السعي لإنجاح هذه المبادرات الفاعلة في عالمنا لما فيه صلاح المجتمعات. وفي ختام الزيارة رأى السفير الأشقر أن هذه الصورة التي عكست وجه لبنان وعنوانه كان لها الأثر الطيب في تركيا، وشكر الوفد على تلبيته الدعوة آملا التواصل الدائم لفتح باب الحوار والسلام لما فيه خير لبنان وتركيا والعالم ومصلحتها من خلال الإنسان.